فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. قال مالك في الموطأ مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح ابن عبد الله السعدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أنه قال: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد الشيطان، يعني كان الشيطان يتلاعب به يجعله لا يأتم به. وإذا الأصل الأصيل هو الائتمام بالإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فهنا بيقول: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد الشيطان. قال أبو عمر ابن عبد البر: هكذا رواه مالك موقوفا لم يختلف عليه فيه. ورواه الدارواردي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ولا صح إلا موقوفا بهذا الإسناد. ورواه حفص بن عمرو بن عمر العدني عن مالك عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه مثله، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا يعني مثله سواء، ولم يتابع عليه عن مالك. وأما حديث محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى، وهذا حديث صحيح، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ وهذا حديث صحيح مرفوع رواه شعبة، أخرجه ابن الجعد المسند والطالسي وإسحاق بن راهويه وأحمد في مسنده والدارمي أيضا في مسنده والبخاري ومسلم وأبو داود وابن الجارود في المنتقى أبو عوانة وأبو نعيم في حلية الأولياء من طريق شعبة، به شعبة وحماد بن زيد معا. عليكم السلام وبركاته مصالح هياجر أحسن الله عليكم، وحماد بن زيد وحماد بن سلمة ويونس ابن عبيد عن محمد بن زياد فالقول فيه كالقول في حديث محمد بن عمرو ولا خلاف في معناه عند الفقهاء. وأما أهل الظاهر فيجب على أصولهم إجاب إعادة، شوفونا صحيح في هذا الباب على ما قال ابن عبد البر، إجاب إعادة الصلاة على من فعل ذلك لأنه فعل ما نهي عنه، وكل عمل عندهم يطابقه النهي يفسد. والمعنى هنا هو تطبيق القاعدة، هو تطبيق القاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد، تطبيق القاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود لا يصح. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو باطل. فذاك ظاهر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك الظاهرية يرون بأن الصلاة باطلة، من رفع قبل الإمام أو خفض قبل الإمام فصلاته باطلة. وحجتهم في ذلك: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله من حمده فقولوا ربنا لك الحمد. الحديث هذا فيه مسائل فقهية، والمسألة الفقهية وأنا أحبك في الله، المسألة الفقهية في هذا الباب هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. أول الحديث قال: فإنما ناصيته بيد الشيطان، لأنه جعله يخالف الشرع، يرفع قبل الإمام ويخفض قبل الإمام، فهذا مخالفة للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهو قد جر رأسه للمخالفة، يخفض قبله ويرفع قبله.
فقوله هنا الله أحفظكم أسعد الله صباحكم جميعا. فقوله هنا أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإماء أن يحول الله رأسه رأس حمار، اختلف فيه العلماء. فبعض الفقهاء قالوا هي على ظاهرها، بعض الفقهاء يقولون هي على ظاهرها، والمعنى أن الله يحول رأسه إلى حمار. وجمهور العلماء يرون أن المسألة يعني على البلادة، يعني يجعله ك ك ك ك كبلادة الحمار، لا يفقه لا يفهم لا يفهم لا يفقه. فقالوا إنما يعني يجعل يحول رأسه ورأس حمار، أي بليدا لا يفقه لا يفهم. وجمهور العلماء قالوا بذلك، وأنا أدين الله بأن المسألة على ظاهرها، بأنه لو تكرر منه ذلك بأن الله يحول رأسه ورأس حمار، يقال بأنه محدث كانوا يستمعون له وكان يجعل ستار بينهم، فتعجبوا فقالوا له لما الستار، ألا تزيحه؟ فما ارتضى، وكرروا ذلك له تكرارا حتى زاله. قبلها قال إني كنت لا أصدق في هذا الحديث، أنه عندما قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول الله رأسه إلى رأس حمار، وكأنها اختبار للرحمن، فالجبار حول رأسه إلى رأس حمار. متى المسألة على ظاهرها وليست ببعيد، فسيحدث في هذه الأمة المسخ والخسف، كما مسخ قردة وخنازير ستمسخ بعض هذه الأمة ويكون فيهم المسخ وفيهم الخسف. نعم، ولذلك قال النبي إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، إذا رفع فارفعوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. إذا مسألتان في المسألة في هذا الحديث أو في الحديث الثاني، حديث فإنما نصيحة بيد الشيطان، فهو موقوف على أبي هريرة، ودي دلالة أن بيده الشيطان يتلاعب به، يجعله يخالف النبي العدنان بأن يرفع قبل الإمام وأن يخفض قبل الإمام. وقد قال النبي العدنان إنما جعل الإمام ليؤتم به. والمسألة الثانية، من فعل ذلك هل تبطل صلاته أم صلاته صحيحة ويأثم بالمخالفة؟ الجمهور يرون أنها على الكراهة، المخالفة على الكراهة، وأنه لا إثم لكنه فعل مكروها والصلاة صحيحة. وأدين الله في هذا الباب أنه يأثم والصلاة صحيحة. الظاهرية فقالوا الصلاة باطلة تطبيق القاعدة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. قالوا وأن النبي قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو باطل. صراحة أنا حزين على أخت، أنا أعرف أنها مبدعة وكنت أقول أنها مبدعة، لكن أخشى عليها من الضلال، هي أصلا مميعة وتميعها سيضيعها. ليت الذي يسمعني يأخذ الجزئية ويبين لها ذلك. كنت أحسب أنها مبدعة وأحسب أنها تعظم السنة، لكن فكرها يؤثر عليها وستضل إن لم تعد على طريقة الجدة بالعض بالنواجز على السنة وتتعلم أصول العلم، وإلا على ما هي فيه نفس الأمر، ستسير على النفق المظلم وتحسب أنها تحسن صنع. المشكلة التمييع الذي يعيشون فيه دلالة على عدم الفهم الدقيق بأن الحق واحد عند الله جل وعلا، وأن السنة هي النجاة. أنا والله حزين عليها جدا، ماذا أفعل؟ الفائدة الثانية، يبقى الظاهر على ظاهر اللفظ على ظاهره ما لم تأتي قرينة تصرفه من الظاهر المؤول. لا يجوز أن تأخذ المحاضرة هناك، لا يجوز. الموقوف إن كان عن غيب يأخذ حكم المرفوع، المأخوذ الموقوف إن كان عن غيب يأخذ حكم المرفوع بشرط ألا يكون يثبت عن الراوي أنه يأخذ من أهل الكتاب. وعن هذا مع ضميمة الرواية الأخرى، وهي رواية أبي هريرة المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رفع رأسه قبل الإمام جاء حول الله رأسه ورأس حمار. أبا عبد الله كيف التوفيق بيد الله. نعم، أبا عبد الله كيف الوالدة، أرجو أن تكون في خير حال.
بهاء رضي الله عنك بهاء، وأحسن الله عليك ويسر عليك أمرك. إذن كما قلنا الفوائد المستنبطة، طريق النجاة، السنة طريق النجاة، وبين جنبات الطريق شياطين، ويبقى اللفظ على ظهير ما لم تأتي خلنا تصرفه. الموقوف إن كان عن غيب يأخذ حكم المرفوع شريطة ألا يأخذ ألا يثبت أن الراوي يأخذ عن أهل الكتاب. ردناك هاجر أحسنتي. عبير الورود لا تترك درسا قط، أعلم ذلك. طيب الآن الفجر قريب، أشكر لكم فضلكم، ونجعل لك الأسئلة وجعل الواجه خالص وتجعل في أشياء. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك. نعم السنة طريق النجاة. رضي الله عنك أسامة. أرأيتم الآن أنتم أدرى الناس بما يحدث الآن من مكر وكيد وغير ذلك من ألوان شتى من البدع، وكل يحسب أنه على خير وأن الخير عنده وهو يعني ينشر الخير. رضي الله عنكم أحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم جميعا. ما أدري أين سبيل النجاة. تزوج وأخذوه البحر. قاتل قاتل هو قاتل. عليكم السلام وبركاته، جزاكم الله خيرا، أرجعك الله الصلاة وأرجع الوجه خالص وأدري في شيء. استغفر الله استغفر الله. أحسنت يا هاجر، ونسأل الله أن يرفع مقامك وأن يعطيك فوق ما تسألين وترتجين. حفظكم ربي جميعا، جزاكم الله خيرا. رضي الله عنك أكرم حبيبي أحمد عبد الهاطي. طيب هل أستأذنكم؟ رضي الله عنك يا غادة، أحسن الله عليكم جميعا. يا رب أمين، واجعلنا من أحرص الناس على السنة ومن أعظم الناس نصرة للسنة. رضي الله عنكم. ولشيخنا همة علت السريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.